واثناء ما انت بتعمل لايك كده هاخدك من ايدك ونروح نشوف براين اللي بيزور الكافيه اللي قدام شغله كل يوم، لان هو معجب بميا صاحبه الكافيه. وبيوصل شله دومينيك اخوها واللي كلهم متسابقين عربيات بس عاليين قوي، وبيرخم فينس على براين وبيبقى عايز يتخانق معاه لانه بيحس ان هو عايز يشقط ميا، وفعلا بيطلع ويتخانق معاه عند عربيته لحد ما بيجي دومينيك وبيفصل بينهم. وبيقول لبراين مش انت شغال في محل قطع العربيات اللي قدامنا صح؟ بيقول له ايوه. فبيقول له ايه رايك بقى ان انا هكلم هاري صاحب المحل واخليه يطردك؟ وهنا هاري بيشد مع براين لان دومينيك كلمه وطلب منه يمشي براين فعلا، بس هو قال له ان هو صنايع شاطر مش هيقدر يمشيه. وبالليل بيروح براين لمكان السباقات الغير شرعيه وبتحدى دومينيك، واللي هيخسر هيدي التاني العربيه بتاعته. فدوم بيعجب بشجاعته دي وبيوافق على الحوار فعلا، وبيقفل الطريق كله علشان يتسابقوا براحتهم. وبيبدا السباق وبيكون دومينيك اسرع واحد فيهم، وقبل ما السباق ينتهي بيقرب منه براين، لكن دومينيك بيقدر يتعديه وبيكسب السباق كله وبيكسب العربيه كمان. بس قبل ما ياخد العربيه بتيجي الشرطه والكل بيجري بسرعه، فبيركن دومينيك عربيته بعيد، بس الشرطه بتشوفه برضه وبتحاول توقفه، بس هو بيطير منهم. وهنا بيظهروا براين وبياخدوا معاه في العربيه وبيقدروا يهربوا من الشرطه. وبيسالوا دومينيك اذا كان اتسجن قبل كده، فبيقول له ان هو عمره ما دخل سجن، بس هو بيعرفه ان هو دور وراه وعارف ان هو اتسجن سنتين قبل كده في سرقه عربيات. فبيسالوا براين اذا كان هو اتحبس قبل كده هو كمان، فبيعرفه ان هو كمان اتسجن قبل كده سنتين. وبيقطع عليهم الكلام مجموعه كبيره من الموتوسيكلات وبيطلبوا منهم يطلعوا وراه. وبيوصلوا المكان وبينزل من على الموتوسيكل واحد اسمه جوني، واللي بيقول لدومينيك انت ايه اللي جابك هنا؟ مش احنا متفقين ان كل واحد فينا هيبقى في منطقته؟ فبيعرفه ان هو وصل هنا غصب عنه عشان بسبب الشرطه، وبيقول له هشوفك الشهر الجاي في سباق الصحراء. وبيدمر كمان العربيه بتاعت براين لحد بتنفجر كلها. فبيركبوا تاكسي وبيروحوا بيت دومينيك، ولما بيوصلوا بيزعق مع الفريق بتاعه وان هم سابوه ومشوا. وبياخد البيره من فينس وبيديها لبراين وبيعرفهم ان هو انقذه من الشرطه، وبيقول لبراين انت لسه مديون لي بالعربيه خلي بالك، وبيسيبه وبيطلع مع حبيبته ليتي. وتاني يوم بتوقف الشرطه براين وبيقبضوا عليه، لكنهم بيودوه لمكان سري تابع للشرطه عشان نعرف ان براين شرطي متخفي، ومهمته ان هو يثبت سرقه العربيات الكبيره اللي بيعملها دومينيك والفريق بتاعه. وبيعرفوا المسؤول ان القضيه دي لازم تتحل في اسرع وقت، فبيعرفهم ان هو محتاج وقت اكتر وان هو كمان محتاج عربيه تانية غير اللي اتدمرت. وبيروح بعدها لدومينيك في الورشه بتاعته وهو محمل العربيه اللي اتدمرت، وبيطلب منه ان هو يصلحها. فبيعرفه دومينيك ان هو هيخليه يشارك في سباق الصحراء علشان يكسب فلوس ويخليه يسد الدين اللي عليه. وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وبراين بيبقى واحد منهم، لكن فينس مبقاش مرتاح له وبيحاول يتخانق معاه تاني بالليل. فبتقول له ميا انت كنت عايز تعزمني في مطعم ايه بقى يا فينس؟ فبيقول لها اسم المطعم، فبتصدمه وتقول لبراين عايزاك بقى تعزمني بكره في المطعم ده. اه يا قادره. وتاني يوم بوصل مجموعه من المتسابقين عند هاري في المحل وبيطلبوا من براين اجهزه معينه للعربيات بتاعته. فبراين بيروح الجراج بتاع دومينيك وبيبص في العربيات اللي عنده، بس فينس بيشوفه ساعتها وبينده على دومينيك ويقول له ده اكيد من الشرطه. بس براين بينكر وبيقول لدومينيك ان في مجموعه من المتسابقين طلبوا اجهزه معينه عشان سباق الصحراء، فانا كنت عايز بس اعرف العربيات اللي هنا هتشارك امكانياتها عامله ازاي. فبياخدوا دومينيك وبيروحوا الجراج معين بيبصوا على العربيات اللي فيه علشان يتفاجئوا ان العربيات كلها من غير محرك. وفجاه بيوصل جوني واللي معاه تيد وبيسالوا عن مكان المحركات عشان يعرفهم ان هي في المستودع، وبعد ما بياخدوا العلقه تمام بيمشوا. وبعدها براين بيروح يعرف الشرطه بكل اللي حصل، بيحسوا ان براين منجذب لميا زياده عن اللزوم شويه، وبيعرفوه ان دخول دومينيك السجن كان بسبب ان هو فضل يضرب في واحد بمفك ودمر له وشه خالص. فبيقول لهم ان هو بس محتاج كام يوم زياده، وبيروح بعدها لدومينيك اللي بياخده يوريه عربيته الخاصه، واللي ابوه كان بيسوقها وكان نجم سباقات كبير قوي بيها، لحد ما في سباق معين كسر عليه واحد وتسبب في موته. لما دومينيك شاف الراجل ده بعدها باسبوع وكان في ايده المفك ما حسش بنفسه غير وهو بيكسر وشه بالمفك ده، ومن هنا اتمنع من السباقات لمدى الحياه. وبالليل بيخرج براين مع ميا وبينبسطوا بوقتهم وبيعملوا علاقه كمان مع بعض. وبتيجي مكالمه لبراين وبيعرفوه ان هم قرروا يهجموا على جوني وكل اللي معاه، وبيروح معاهم براين وهو لابس قناع على وشه علشان ما يكشفش الشخصيه بتاعته، وبيقبضوا فعلا على جوني وكل فرقته، لكنهم دفع كلهم الكفاله وخرجوا لان التهمه ما كانتش كافيه عليهم. فبيزعق المسؤول مع براين وبيعرفه انه قدامه 36 ساعه بس، وبعد كده هيسحبوا منه القضيه. وتاني يوم العربيه بتتصلح وبيطلع براين ودومينيك بيجربوها ويتسابقوا مع واحد بعربيته الفراري وبيتغلب عليه براين. وبيقعد بعدها مع دومينيك في كافيه وبيشربوا حاجه، وبيقول له دومينيك ان هو محتاج فلوس وعارف ان هو بيدخل في حاجات غير شرعيه وان هو عايز يبقى معاه فيها علشان يعمل فلوس. فبيطلع دومينيك من جيبه ورقه التعليمات وبيديها لبراين وبيعرفه ان بعد سباق الصحراء هيقرر اذا كان هيدخل معاه ولا لا. وفي يوم سباقات الصحراء بتحدى جيسي جوني بعربيه ابوه القديمه، وبيفضل براين يقول له بلاش يا عم لان العربيه دي مش هتواكب عربيه جوني، لكن جيسي بيصمم والرهان بيبقى اللي هيخسر هيدي عربيته للتاني. ويبدا السباق بينهم، وطبعا عربيه جوني المعدله بتسبق عربيه جيسي، لكن جيسي بيهرب بالعربيه بتاعته. فبيجي جوني لدومينيك وبيقول له انا عايز العربيه اللي انا كسبتها ما يخصنيش، وبيزعق معاه وبيقول له كمان ان الشرطه هجمت عليهم وحجزتهم كام يوم وعارف ان انت اللي بلغت عني. فبيتعصب دومينيك جدا وبيضربه، بيقول له انا عمري ما بلغت على حد. وبالليل براين بياخد باله ان ميا بتزعق مع دومينيك ومش عايزاه يروحوا في مكان كده، لكن دومينيك بيصمم وبياخد فريقه وبيمشي. فبينزل لها براين وبيسالها على اللي بيحصل، لكنها ما بتقولش حاجه. فبيعترف لها ان هو شرطي ولكن كل اللي حصل ما بينهم ده كان حقيقي وان هو بيحبها بجد، وبيطلب منها يلحقوا اخوها قبل ما يهجم على العربيه والشرطه تسجنه تاني. فبتوافق وبتحركوا بالعربيه لكنهم ما بيبقوش عارفين مكان دومينيك. فبيتصل براين بالشرطه وبيطلب منهم
انهم يحددوا مكانه عن طريق رقم تليفون. وفي نفس الوقت بيوصل دومينيك لمكان فيه عربيات متغطيه، بيشيلوا الغطاء من عليها وبيجهزوا نفسهم الاسلحه. بيبقوا متوترين لحد ما بيطمنهم دومينيك وبيقول لهم ان بعد العمليه دي هناخد اجازه طويله من الشغل ده. وبراين بيوصل له المكان اللي بيتحرك فيه دومينيك والفريق بتاعه، بيقرروا ينضم لهم هو وميا. وبيطلع فينس عشان يضرب السواق وبياخد العربيه، لكن السواق بيبقى معاه سلاح وبيضرب عليهم. فبيتعلق فينس ومبقاش عارف ينزل، وبيفضلوا يحاولوا يشدوه من العربيه لكنهم بيفشلوا، وبتتدمر عربيه ليتي وبتتقلب. فبيطلب دومينيك من ليون اللي معاهم ان هو يوقف ويروح يشوف ليتي، وبيحاول ينقذ فينس لكن العربيه بتاعته بتدخن وبيضطر يوقف على جنب، لكنه بيشوف عربيه براين وهي بتجري من جنبه، وبيقدر هو وميا ان هم ينقذوا فينس، لكنه بقى مصاب اصابه كبيره قوي وهيموت. فبيطلع براين الموبايل بتاعه وبيطلب الشرطه وبيطلب منهم طيار الطوارئ حالا. وفي الوقت ده دومينيك بيفهم ان هو من الشرطه وكان بيضحك عليهم، وبتيجي فعلا الطياره وبتنقل فينس. وبيمشي دومينيك مع ميا والفريق كله وبيسيبوا براين لوحده. فبيتحرك براين على بيت دومينيك علشان يلاقيه مطلع عربيه ابوه وماسك البندقيه، وبيعرفه ان هو لازم يلاقي جيسي قبل ما يلاقيه جوني ويقتله. لكن وهما بيتكلموا بيظهر جيسي وبيتاسف لدومينيك على اللي هو عمله. فجاه بيظهر جوني واحد من رجالته وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا جيسي فعلا. فبيركب براين عربيته وبيجري وراهم، ودومينيك بيعمل نفس الكلام، وبيقدر دومينيك ان هو يوقع حد فيهم وبيكمل جري ورا جوني لحد ما بيشوف براين وهو بيضرب عليه النار وبيقتله. فبيتحرك بعربيته وبراين بيطلع وراه وبيتسابقوا سوا وبيعدوا من قدام القطر هما الاثنين في اللحظه الاخيره. لكن دومينيك ما بياخدش باله من الطريق وبيتقلب هو والعربيه بتاعته. فبيطلعوا براين من العربيه وبيسمعوا صوت الشرطه اللي بتقرب منهم. فبيقرر براين يدي مفتاح عربيته لدومينيك علشان يهرب قبل ما الشرطه تيجي، وبيقول له كده انا بقى سددت الدين بتاع العربيه اللي كان عليا. وبكده بيكون براين ساعد في هروب مجرم من العداله. وبكده كمان تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك لينا كمان في القناه. لو حابين تنضموا لفريق عمل البرنامج ممكن تتواصلوا معانا من خلال الجيميل اللي في الديسكربشن او صندوق الوصف تحت. وكتابه حلقه النهارده كانت ميحه السباعي، كان معاكم عبد الرحمن الفشاوي، وسلام.